السلام عليكم، راح نكون في محاضرة جديدة وياكم الدكتور عمر القيسي، واليوم راح اشرح لكم موضوع كلينيكال اللي هو الكولينيكيا او الاظافر المقعرة. هذه راح تكون ان شاء الله، ما اعرف راح اسويها سلسلة او لا، فمن هسه اقول لكم. فاذا عجبتكم الطريقة كتبوا لي، حتى ممكن اسويها اكثر من فيديو، بس حبيت اشرحها. طبعا هذه جبتها من كتاب اسمه ميكانيزم اوف كلينيكال ساين، فحبيت انه اشرحها للطلاب بشكل سريع. اذا انت تتابع على اليوتيوب فلا تنسى تعمل سبسكرايب، اذا على الفيسبوك ايضا لا تنسى تعمل لنا شير، وايضا اذا على اليوتيوب ايضا اعمل لنا شير، وايضا لا تنسى تكتب تعليق حتى يصلك كل شيء جديد من الصفحة، ونكمل الشرح. طيب كولينيكيا قلنا هي شنو معناها؟ الكولينيكيا معناها الأظافر المقعرة. طيب شنو اللي بالضبط راح يصير؟ هسه راح نفهم. عندنا راح نخسر longitudinal and lateral convexity. طبعا شنو معنى longitudinal ولاترال convexity؟ longitudinal يعني طولي، ولاترال يعني جانبي، وconvexity يعني التحدبية. فمعناها راح نخسر التحدب الجانبي والطولي للأظفر. واحد راح يقول لي دكتور ترى أنا ما فهمت شنو هو هذا التحدب، خلي نرسم رسمة حتى تفهمون هذا الشيء. لنفرض لو رسمت هذا الأصبع وأرسمنا ظفر أو أظفر، وراح أرسمه بهذا الشكل أيضا. طيب احنا نعرف انه الاظافر الها تحدبين، احد التحدبات هو تحدب طولي، وثاني تحدب هو التحدب الجانبي. فهي محدبة باتجاهين، محدبة من الامام والخلف، ومحدبة من الجوانب. فطبعا راح يصير عندنا تحدبين، يعني راح تكون متحدبة بهذا الشكل، هذا من الجانب وهذا أيضا من الأمام، اللي يسموه التحدب الطولي. فراح يكون عندنا طولي، تحدب طولي وتحدب جانبي، يعني هو هذا اللاترال واللونجيتيودون. طيب لو خسرنا هذا التحدب كيف راح يصير شكل الأظفر بهذه الحالة؟ راح نشوف أنه راح يصير عندنا الأظفر بهذا الشكل، يكون تقريبا مسطح أو مقعر. فبهذه الحالة راح نشوف الأظافر، إذا تلاحظون هنا تشبهن تركيب الملعقة، تشوفون هذه الملعقة. فلذلك مرات يسموها spoon shaped nail، يعني ذات الشكل القريب على الملعقة. طبعا إذا صارت عندك هذه الحالة شنو أكثر شيء ممكن يسببها؟ أكثر شيء ممكن يسببها يعني هي physiological ممكن تكون، وممكن أيضا تصير في بعض الحالات بالoccupational damage، يعني لما ينضرب الأظفر بشكل من أشكال ممكن يؤدي هذا الشيء. طيب شنو الحالات المرضية اللي ممكن تنسأل عليها بالامتحان؟ الحالة الأكثر شائعة أنه دائما يذكروها ويا الكولينيكيا اللي هي الآيرون deficiency anemia، أو نقص الحديد اللي يؤدي إلى فقر الدم. أنيميا فقر الدم، آيرون deficiency آيرون حديد، deficiency نقص يعني فقر الدم اللي ناتج عن نقص الحديد ممكن يسبب لك هذه الحالة. شنو ممكن أيضا يسبب هذا الشيء؟ أيضا الهيموكروماتوسيس. طيب واحد يقول لي دكتور هو شنو الهيموكروماتوسيس؟ الهيموكروماتوسيس معناها تجمع الحديد بشكل كبير في الأنسجة، وبالتالي راح يصير عندنا زيادة في الحديد بالأنسجة، وممكن تؤدي إلى هذه الحالة. وأيضا الرينويد سيندروم اللي هي شنو؟ عبارة أن بعض الأشخاص يصير عندهم تقلص في الأوعية، يتبع هذا التقلص أن الأوعية تتوسع وبعدين تتقلص، فيصير عندنا نوع من الظاهرة تتغير فيها ألوان الجلد للشخص، لأنه لما تتقلص الدم راح يجي أقل، فراح تتجه للون الأزرق، وبعدين لما يرجع الدم تتجه للون الأبيض وبعدين الأحمر بهذا الشكل، يعني من الأشكال. فهذه يسموها رينويد سيندروم، مسببها بالحقيقة معلوم جدا لكن ترتبط ببعض الأمراض، إن شاء الله نشرح في فيديوهات ثانية. فهذا بالنسبة لي اللي دا يسبب هذا الشيء. طبعا كونه تسبب أو كونه راح تشوفه في حالة الأنيميا أو نقص الدم بسبب الحديد، هذا مو شيء شائع جدا، ولا الهيموكروماتوسيس. طبعا الهيموكروماتوسيس هو نفسه هو مرض نادر، فبالتالي ما راح تشوفها، فهي يعني لا تعتبر دلالة 100%، لكن ربما تسأل في الامتحانات الطبية، وربما تشوفها عند بعض الأشخاص، فلو شفتها ممكن تفكر في هذه الأمور. الطريقة أو الميكانيزم تبعها ما معروفة بشكل حقيقي، فيعني أهم شيء تعرف أنه هي مرتبطة بهذه الأمراض وممكن تكون فيسيولوجيكال، فلو شفتها في مريض ممكن تعرف هذا الشيء. طيب بقى هنا سؤال أخير، شو راح تعرفون تجاوبوا؟
الملعقة ماذا تسمى باللهجة العراقية؟ أعيد السؤال، ماذا تسمى الملعقة باللهجة العراقية؟ وشوفكم إذا تعرفون تجاوبوها. سلام عليكم.